وللمتابعة أيضا ينضم إلي عبر الأقمار الاصطناعية مراسل قناة ليبيا الحدث في بنغازي عطية العبيدي ليضعنا في آخر مستجدات ما يحدث في المدينة وفي نطاق مراسلاته. إليك عطية. أولا أهلا بك وبكافة المشاهدين داخل قناة ليبيا الحدث والكادر الفني داخل قناة ليبيا الحدث. نتحدث عن الشغل الشاغل وهو الكهرباء هنا في مدينة بنغازي التي وصلت ساعات الحظر إلى 40 ساعة ويومين، وهناك مناطق تصل إلى 13 ساعة لطرح الأحمال بسبب تأخر وصول الوقود بحسب تصريح الناطق الرسمي باسم شركة الكهرباء ربيع خليفة. للحديث عن هذا الموضوع بخصوص تأخر الوقود معي ضيفي هنا رئيس المكتب الإعلامي لشركة البريغا بمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. معي هنا الأستاذ، تفضل أستاذ عادل بن دردف رئيس المكتب الإعلامي لشركة البريغا. أولا أسأل، ما هو الوقود هنا في مدينة بنغازي وتوفره سواء للمحطات للمواطنين أو لمحطات شركة كهرباء؟ نعم قيادية، تحية لك وتحية للطاقم المصاحب، تحية لقناة الحدث المواكبة عادة إلى الحدث. الجدير التوجه إليه بالإشارة أن شركة الكهرباء مع كامل الاحترام لشبابنا وكفاءاتنا بشركة الكهرباء، الآونة الأخيرة يبرز علينا في قنوات إعلامية عبر الشاشات الزرقاء بكلام غير دقيق وبكلام للأسف الشديد غير مقنع بالمرة. مسائل الوقود تسير من أحسن إلى أحسن، توفر الوقود بشكل جيد. الآونة الأخيرة وفق إجراءات القوة القاهرة كانت تصل كميات الديزل بشحنات أقل حقيقة من المطلوب، ولكن ذلك لا يعد سببا على الإطلاق لمسائل طرح الأحمال، والتي كما ذكرت خوي عطية تصل إلى من 12 ساعة في المتوسط في مناطق أخرى مثل أبيار وغيرها. يعني المدير أشار إليه أن تعليق هذه المشاكل على القطاع النفطي بشكل عام، سواء كان شركة البريغا وتوفر وقود الديزل أو شركة سرت وشقائنا بشركة سرت الذين يوصلون الليلة بالنهار، ونوجه لهم تحية في هذه الأمسية من خلال شاشة الحدث، توفير الغاز بشكل جيد، توفير الوقود بشكل جيد، خاصة أننا نطالب شركة الكهرباء بمزيد من احترام عقل المواطن والتوجه إليه برسائل ذات شفافية ووضوح بإعلان مشاكلهم، بإعلان الصعاب، وهذا أمر يعد من الشرف، بحيث أنك كشركة اعتبارية تعنى بحياة المواطن عطية اليومية. إذا كنت في الاستماع أنك يعني تضع المواطن في الصورة، بحيث أن مشاكلنا في الكهرباء والصعاب والعراقيل ما تعلق مشاكلك على قطاع النفط أو توفر الوقود. عطية العبيدي إذا كنت في الاستماع، المقارنة البسيطة من سنتين أو ثلاثة كنتوا طالبوا مثلا في البريغا بكميات تكاد تكون نصف هذه الكميات المطالبة، يعني في كميات تطالب به الكهرباء بشكل عطية كبير إذا كنت جدا جدا. الغاز كان 140 مليون. طيب هناك يعني أخبر السيد نعم. عادل بن دردف بأن نعم. هناك سؤال أهم يعني من الذي يسرده الآن مشكورا. هل لك أن تسأل السيد عادل بن دردف أن يخبرنا بالوقت الذي يؤخذ من بعد أن ترسو الباخرة في الميناء حتى وصول النفط إلى أو وصول الوقود الخفيف الديزل إلى محطات الكهرباء، ربما يعني هذه يعني الاتهامات التي وجهها إلى شركة الكهرباء مردودة عليها من شركة الكهرباء، ولكن ما يهم المواطن الآن، يعني المواطن سمع أن في باخرة وصلت، تمام، الوقت من أول ما توقف الباخرة لعند ما توصل النافتة لمحطات الكهرباء كم يأخذ الوقت هذا من تنقية وتجهيز؟ تمام،
أستاذ عادل المذيع مالك يسأل، ولتوضيح للمواطنين المدة التي تستغرق للسفينة بعد رأسها في ميناء بنغازي، كم المدة التي تصل لتفريغ هذه الحمولة؟ يعني بالنسبة للمدة في الوصول أو المدة في عمليات الضخ والتفريغ، فإذا كان نحن في احتياج للوقود الديزل تستغرق المدة من أسبوع إلى 10 أيام، وعملية الضخ إلى 30 ساعة. ولكن من المهم أخي مالك أن الإشارة للمواطن أن شركة البريق تقوم بعمليات توزيع لمنتج الديزل وقود الديزل تحديدا في عديد من المهام، من الحفارات إلى المخابز إلى شركات النفط من سرت إلى الخليج. يعني أن النفط مش بس للكهرباء، كهرباء مهم جدا أخي مالك أن المواطن يعي أن محطات الكهرباء ككل كشبكة تشتغل 70% من الوقود من خلال وقود الغاز و 30% فقط بوقود الديزل، بمعنى أن وقود الديزل له مهام مهمة جدا للمواطن بشكل مباشر في المحطات الأرضية ونقابات نقابة المخابز. الوقود له أهمية بالنسبة للنافتة غير بس الشركات مولدات الكهرباء ومحطات الكهرباء، فمن المهم أن المواطن يعي ونكرر كم جهة عطية يوزع عليه شركة الكهرباء يحترموا عقل الوقود الخفيف الديزل ويعلموا مصاعبهم ومشاكلهم وعراقيلهم. أستاذ عادل سؤال أخير لك، هل هذه الكميات يعني التي وصلت إلى محطات توليد الكهرباء في سواء في محطة شمال بنغازي أو محطة السرير، هل تغطي هذه الكميات لتوليد الكهرباء بشكل اعتيادي وبكل طاقتها؟ نعم أخي عطية، مشكور جدا على هذا السؤال. في هذه الأفسحة أعلن بصفتي الرسمية بأن شركة الكهرباء استقبلت خلال شهر 9 تحديدا، اليوم نحن بتاريخ 26/9، كمية نافتة يعني تقدر ب 66 مليون لتر من النافتة، إذ أن الشمال تحديدا وشمال بنغازي تحديدا ما يزيد عن 42 مليون لتر من النافتة، السرير 22 مليون، الكفرة 1.5 مليون، بالنسبة لزبتينا نفس الشيء 1.3 مليون. هذه الكميات تكاد تكون أكثر من كافية، ونهيب بأخوتنا في شركة الكهرباء أن يعلنوا مشاكلهم الحقيقية. والكل يتساءل، واعتقد اخوي عطية تشاهد حتى في المواطنين يشاركوا في هذه المداخلة، والكل يهيب بقناة الحدث تكلموا عن الكهرباء، الناس فدت، الناس تعبت، الناس قاعدة في موقف كبير جدا. نحن كشركة البريق نتعامل بكل شفافية، نحن موجودين خلال مدار الساعة بكل شفافية. أين مسؤولين الكهرباء؟ وأوجه الكلام إلى السادة مدراء مصالح البلاد، أين مسؤولي الكهرباء؟ نتعامل مع مسؤول في أسبانيا، نتعامل بمسؤول في عطية، هل أنت في الاستماع؟ نحن مسؤولين في قلب الحدث، موجودين خلال مدار الساعة تحت مطرقة الجانب الرسمي بأداء طيب. مهام شركة البريقة. وأنا طيب. شكرا لك، شكرا لك سيد مباشر عبر قناتكم الموقرة. نعم. إلى شكرا لك سيد عادل الكريم المستهدف بالخدمة أنا